السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضرتكم طيبين، وبقول لإخواتي المسيحيين كل سنة هم طيبين. النهاردة طبعا السبت، الكل مشغول، الكل بقى اللي في الكوافير، والنهاردة بالليل هنهبر لحمة وناكل ونتبسط إن شاء الله. يوم الأربعاء عملنا ديك رومي بس بهدلناه وجزأناه وعملناه على كذا شكل، وحتى طلعته قبل ما يكمل سواه، بس قلنا الطريقة ماشية ازاي وعملنا ايه ومشينا بالخطوات. النهاردة هنعمل دكر بط ما شاء الله، لسه واخدينه من على السطوح، بس يا رب الجيران ما يكونش صحيوا وشوفوه. الدكر البط ده بلدي، فانا حاطه على النار يتسلق مع البوكيه جرنيه بتاعه الاول عشان الشوربة بتاعته هستخدمها. فبدل ما اقعد احط ايدي على خدي واستنى لما الدكر البط يستوي واضيع الوقت، واحسن ما انا اقول ايه ده انا سويت الدكر البط وهو قدامكم جاهز، يبقى ما عملناش حاجه. يبقى احنا حطيناها هنا في البوكيه جرنيه عشان ياخد وضعه ويستوي ويبقى زي الفل. ابدا اعمل الكالونولي بالسبانخ. نشوف مقاديرنا. اول حاجه عجينه الكالونولي اللي هو كوب دقيق، كوب لبن، ثلاث بيضات، رشه ملح، رشه سكر، ثلاث معالق زيت. ده البانكيك الكالونولي بتاعنا. بعد كده الحشو بتاعي عباره عن سبانخ مفرومه فريش بدل المجمده، طالما ربنا مدينا الخير تبقى فريش. عندي بصلايه، مكعب مرق، ثوم وزعتر وطماطم، وعندي تعفير الدقيق مش كتير. بعد كده عندي البشاميل، عندي زبده ولبن ودقيق وكريمه لباني. يبقى النهارده اكلتنا حلوه وجميله، ويا رب تعجب حضراتكم ان شاء الله. ابدا اسوي. طبعا المخرج دايما بتاعي لما بيلاقي حله هنا على الوش كده بيقعد يزعق لي ويشتمني في سره عشان مش شايف. فانا ايه هقول له حاضر، اروح جاي كده اهو دي كده، واحط الطاسه اللي انا هشتغل فيها كده. الطاسات الكبيره فين يا جماعه الهوك؟ بعدين بقى على الصبح، وبعدين على الصبح يا بتوع الاكسسوار الهوك الكبير يا باشا. طيب كده نفرم البصل بتاعنا. اهم حاجه نصلي على النبي على الصبح كده. وادي معاهم حبه ثوم. عايزين نعصج اللحمه بتاعتنا. خش ما تخافش، خش ما تخافش. كده ادي البصلايه مع التوم بتاعي. الصلاه على حضره النبي اهو. ونحط بقى ماده دهنيه حسب الرغبه، زبده او زيت او سمنه اهو. عشان ما اخبطش في الزرار. طيب يلا بينا نشتغل اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ست نجلاء سلام عليكم. وعليكم السلام، صباح الخير، ازيك يا شيخ؟ صباح الهنا على تسلم ايديك على كل اللي بتعمله لنا. بصراحه احنا يعني مش عارفين من غيرك، ما كناش هنعرف نعمل حاجه لازواجنا. والله انتوا احسن مني في المطبخ، وبتطبخوا احسن مني، بس بتجاملوني. ربي يخليك. تلامذتك يا بيه، تلامذتك. لا يا باشا، ده احنا اللي تلامذتك. هي صلاه النبي، الله يكبر بخاطرك يا شيخه.
انا عند ماما، ماما مدام روحيه بتصبح على حضرتك، و كنا عايزين نسالك على حاجه. اتفضلي يا ستي. بصبح على ماما روحيه الاول. يا وسهلا يا شيخ. واموري. الو. ايوه. انا عملت الديك الرومي، بس دلوقتي انا شايفه ان الخضار اللي تحتيه استوى، اللي هي البوكيجا اللي تحتيه استوى. وعايز اعرف الديك نفسه استوى ازاي. هو انت الاول عملتيه ازاي عشان تريحيني؟ عملته ان انا عملت فيه الحشوه اللي هي البوكيه جرنيه، اللي هي الخضروات كلها وحشيته من جوه والخلطه وكله، وبعدين خدته في الفرن ساعه احمر مني، رحت ماسكه الورق الفويل وورق الزبده تحتيه ولفته حلوه قوي، وكان من تحتيه اللي هي الخضروات بتاعته. يعني مثلا ما سلقتوش نص سله؟ نعم. ما سلقتوش نص سله يعني؟ لا لا، انا عملت كله في الفرن. وماله، مش مشكله، مش مشكله، بس ما نحطلوش خضار بقى في معاه، لان الديك رومي ياخد ساعتين في النار. انا احط الخضار هيتعدم العافيه. فلو انت غاوي هتحطيه في الفرن عادي حطيه، بس حط الخضار بعد ساعه تحت منه. لكن لو عملت له صدمه في الشوربه عشان تاخد حبه الشوربه بتوعهم، زي ما انا عامل الدكر بط كده، احمره الاول، ادعكه بطماطم واحمره، وبعدين بحط عليه البوكيه جرنيه، وبعدين ازود عليه ميه، هستفاد بالشوربه. لكن انت كده عدمت الشوربه، مفيش شوربه عندك، والديك الرومي هيطلع ناشف معاكي وطف، لان انت كده نشفتيه في الفرن. ولكن انت حريه، حر يعني، دي حريه الاختيار. بس المفروض الخضار حضرتك تحطيه بعد ساعه، لان الخضار ده بطاطس وجزر وكوسه، مش هياخد وقت كتير في النار، بياخد ربع ساعه 10 دقائق بيبتدي. لكن ما حطوش بقى يقعد ساعتين في النار، بقى لازم يبوظ. فمعلش، المره الجايه بقى ان شاء الله كل سنه طيبه، بنعمل حسابنا ان احنا نلمعه الاول بطماطم ونحمره، زي ما عملت انا يوم الاربعاء قدام حضراتكم. لكن اخش بيه في الفرن كده على طول، ده شغل الفنادق، بيطلع البرزنتيشن بتاعه جميل جدا وشكله حلو زي الفل ومورد وكل حاجه، بس طف، ما بتنفوش طعم. لكن انا لما بحطه في البوكيه جرنيه، كرفس وجزر وبصل وطماطم ورق لورو وقرفه خشب وقرفه ناعمه وبتاع وحدوته، يقوم ياكل وياخد مع بعضه، ويخش في الانسرت جوه، يتغلغل جواه، شبع. بعد كده انا عايز اخش الفرن، اطلعه نص سوا، وادعكه بطماطم وشويه سمنه على الوش او زيت او زبده، ادخله الفرن، ياخد اللون الدهوي بتاعه، ويبقى طالع سليم ومتكتف ومتقدر، مفيش مشكله. يبقى نسوي نص سوا في الحله زي ما انا بعمل كده، وبعد كده ندخله الفرن، وبقى الفرن شفا. لكن ما تستنيش الخضار بتاعه يطلع معاك سليم بعد ساعتين في الفرن. اشكرك. عندي طماطم اهي، بنزع القشره بتاعتها اهو، بحطها في الشرب عادي جدا اهي، بدل ما اغلي لها ميه مع الدكر بط، وانا بشتغل كده مع بعض اهو اهو. دي اللحمة بتاعتي اللي عصجة، زي ما حضراتكم ده شايفين، بعصج اللحمه بتاعتي يا ست هدير. الو. صباح العلي، صباح الفل عليك ست هدير. ازيك يا هدير؟ صباح الهنا. عايز اعرف فكره البيتزا. مين يا فندم؟ عايز اعرف فكره البيتزا. طريقه البيتزا؟ على عيني على عيني على عيني. طيب كده هنا يا جماعه،
بقول لي ما تخش في الموضوع، تخش في البنكيك على طول. انت بتتلكع ليه يا عم؟ انت سيبني براحتي واحده واحده عشان بس اللحمه تعصج، ولو اللحمه اتعصجت تبقى كل حاجه لف بسرعه. حاضر يا عم. ولا انت وراك ناحيه بره؟ مين يا اختي؟ هو اللي بيقول لي الكالينولي كريب ولا كالينولي ولا بانكيك؟ طب قولي لي بقى ايه الفرق بين الثلاثه؟ بص هنلبق نخبط في الحلقه، قولي ايه الفرق بين الثلاثه؟ هقول ايه؟ ما تيجي تشتغل مكاني. هو الست اللي هو صحي ولا نايم؟ نعم طب مش هتكلم كده؟ بينزل بيلف في التراك هناك في النادي، انا عارف كده. بس هي اللي مش عايزاني اتكلم، ماشي. اهو. كده بعصج، لازم اللحمه بتاعتي تتعصج تماما. وادي الطماطم بتاعتي هطلعها بره بحبه ميه ساقعه، ونشكر الله ونصلي على حضره النبي. كده نصلي على الحبيب. يا عم احمد، ست ام احمد. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ست ام احمد ازيك يا شيد؟ انا في نعمه والحمد لله يا ست الكل. طب الحمد لله. واموريني. الله يخليك. اتفضلي طلبات حضرتك يا فندم. الله يخليك حبيبي، ماشي تحت امرك. ليك اي سؤال عندي يا فندم؟ لا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ست الكل، اشكرك يا فندم على اتصال حضرتك. طيب كده هنا نعم. لا حول الله، شقيان طول الليل انت يا عيني. ناخد فاصل ونرجع لحضراتكم تاني. اول غير المحطه واطرح في حته. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل. كسرنا. بقول لي ليه فرامة السبانخ ما شفناهاش؟ هي فرامة السبانخ حكاية ولا هي تلاكيك؟ قال لي اه عشان بس الناس تشوف انت بتقطعها ازاي. طب اقول له ايه النبي؟ اقول للمخرج ايه؟ حزب الله ونعم الوكيل. طيب كده شوية شبت وشوية كزبرة خضراء بيخلوا الطعم عندي جميل في الايه مع السبانخ. اه طيب كده بنصلي على حضره النبي. نكسر حبه الطماطم دول وايه كده. بص بقى يا سيدي، الراجل حماته راحت جابت له زياره، كانت الست غضبانه شويه كده في الدار، فقالت لامها انا مش عايز اقعد في البيت وبتاع. قالت لها لا ومش عارف ايه، انا هجيلك. راحت لها الست خدت لها شويه بط ووز وزياره حلوه كده، وراحت لها ايه البيت. بعد كده عم السيد يخش الدار يلاقي الست ملويه عليه، تعالوا كلي. راح عامله كده
تعال اشربي روح عامله كده قول بكره تتعبي. على الحال ده كام اسبوع الراجل فاض بيه الكيل اتعصب قوي. تعالوا كلي جات مش واكله. لا بقولك ايه جيبوا خد باتك وويسكي وروحي عند امكي. لا انا عايزك ولا عايز امكي. وروح كرشها من الدار. جيبوا خد باتك وويسكي وروح عند امكي لا جوزك ولا اعرفكي. ايه؟ في ايه؟ لا باتك وويسكي. الوز يعني. اصحي بقى. وبعدين بقى خلينا نكمل القصه. لا يا يعني كل واحد وضميره. قال لها خدي بطقي وويسكي يعني الوز بس هي باللغه بتاعتنا بتاعت الشرقيه احنا. ولا لا جوزك ولا اعرفكي. جوزكي يعني جوزها ولا اعرفك يعني ما اعرفكيش. دي لهجه بتاعتنا يا جماعه ما حدش يتدخل فيها. هتقولي بقى بتقول القصه دي ليه؟ عشان ست ام اسلام امبارح جابت لي زهره سابتها لي على الباب وجريت. فلو ما جيتيش يا ست ام اسلام النهارده الدار حدانه هبعت لك بنتك. بس. وانا عارف ربنا ام اللي كان طيب كده هنا ادي السبانخ بتاعتي والذكر بط شغال اهو. اللهم صل على حضره النبي. بدا يلعلع اهو. ده احنا بنحكي حواديت واحنا بنشتغل كده عشان نتسلى ما حدش يزهق منه. طيب بالصلاه على حضره النبي عايز اخلص دي كده وننقل عشان نعمل البان كيك. يعني نقول عليها فطيره الطاسة كيكة يعني الفطيرة أو التورتاية أو نخليها الفطيرة أحسن والبن اللي هي الطاسة. الترجمة كده صح ولا مش صح يا أنسة؟ وأنا طيب ماشي. ست بيبيان مساء الخير يا شيف. مساء النور يا فندم. ميرسي خالص على الحاجات اللي حضرتك بتعملها لنا. سلم ايدك. كل سنه وحضرتك طيب. ما هو ده الايام ست فيبيان كل سنه طيبه. وحضرتك طيب. معلش هو بالنسبه للديك الرومي هو في ناس بتحشيه رز ولحمه مفرومه مع السجق. يا رز مستوي ولا ني؟ ايه؟ الرز بيبقى مستوي ولا ني؟ ني؟ ده لا لا مستوي. طب وليه؟ بيقولوا عشان الزفاره قالوا والحاجات دي. لا يعني هحط الزفاره وارميه؟ اطلع الرز ارميه؟ لا احنا بنحشيه اسلم حشو ليه؟ اللي هو بوكي جارنيه الكرفس الكرات الجزر والجزر البصل ممكن طب برتقانيه اقطعها او تفاحيه او تفاحيه. هو اصلا لما باجي اعمل بتاعه الكريسماس اللي احنا عملناها المره اللي فاتت المفروض اقضيها تفاح. بس انا اتلاها زبيب واتلاها مشمشيه واتلاها مكسرات اللي هو الستابدنج بتاعه ولكن وابو فارو كمان. لكن وطوست ممكن اديها تفاح مع العيش التوست. كانت جميله جدا. الحشو بتاعه كان جميل جدا وعملناه كان بطريقه حلوه قوي. لكن حضرتك رز ولحم مع السجق. طب ما انا لا انا ما حبستش الفكره دي. لا يا فندم لا 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 لا, لا يا فندم بصي انا اعمله بوكيه جرنيه واسويه وبعد كده الميه الشوربه بتاعته اعمل بقى حبه رز الحلوين بقى اعمل شويه رز خلطه اللي هو الرز بالخلطه. جميل طبعا. كل سنه. طب معلش ممكن اطلب من حضرتك طلب؟ خدامك يا فندم. لا العفو 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 ميرسي ذوق حضرتك بس انا عايزه بس الكوبيبه الشامي. على ايه؟ خدام سعادتك يا فندم. لا لا العفو العفو تحت امرك. ربنا يخليك. اتفضلي. وميرسي لحضرتك كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانت بعود الايام يا ست الكل. ميرسي ربنا يديك الصحه. هذا ايه؟ هذا ايه؟ ما هو برضه حضرتك زي ما احنا عملنا برضه كويس. انت افكارك حلوه جميله يعني. ده كربط مش حد هتكلم عنه. انت عارفه ان البط ده كان الوز كان بط بس الشيطان وزه.
ماشي. نعم يا فندم. بس بقى انت طلعت كده، روح روح يا راجل، لما انت عواجيز مش قادرين تسهروا وتروحوا في اي حته ما تروحوش، وتجيبها في الشغل. نقول لي يا راجل الدنيا ساعه اجي لك، روح فين؟ روح بقى اجري يا راجل بقى اجري، كل واحد كده بيبان. ماشي ماشي يا اخويا، ماشي يا اخويا. طيب نجيب بقى سلاك الربط ده اهو على جنب، يعيش حياته، واحنا نرجع نعمل بقى ايه؟ البان. عايز ايه بقى؟ الكانولا ولا البانكيك يا انسه؟ كانولا. دي حاضر والله، ما انا هزعلك والله، مش هزعلك. ادي الدقيق، ادي اللبن، لبن ادي الدقيق على طول، وادي سكر، وادي ملح، وادي زيت. بتقول لي ما حطيتش ليه كل الدقيق وكل اللبن؟ سيبيني اشتغل بقى ولا تيجي تشتغل مكاننا؟ ما هو مش ناقصه بقى، ما هو التاني جاي عكنا علينا على الصبح وكنا رايقين، مش ناقصين احنا بقى على الصبح. اللهم صل على النبي. ماشي كده، نكسر بقى ثلاث بيضات او اربع بيضات عشان الكميه اكتر من كوبايه. ادي واحد، ادي اتنين، ادي ثلاثه، واحده كمان عشان محمد الحلواني كده. ادي حبة اللبن، كمان حبة اللبن. يلا شغال يا باشا. حبيبي يا سيدنا محمد، حلوة. هو بالنظرية كده، بالنظرية كويس، بالنظرية كده حلو اهو. كده يبقى انا بعصج اللحمة بتاعتي اهي. لازم تنشف معايا يا جماعة عشان تبقى معصجة. نجيب طاسة حطها على النار، في ناس بقى بيقولوا لك ايه؟ المفروض لما نيجي نعمل الكريب او بتاع الكانوني نقوم نحط له حبه ملح في الطاسه الاول وبتاع لا لا، حته حبه ملح في الطاسه دي لا، لكن الطاسه ممكن لو هي مش فيها ماده التافلون احط حبه ملح وادعكها بيها، لكن فيها ماده التافلون اهي زي كده او ماده السيراميك فهتساعدني في حاجات كتيره جدا اهو. دي الطاسه بتاعتها اهي مجلفنه واخده ماده. ادي قلبي، ادي قلبي قلبي قلبي. حاضر يا اختي. طب يا ابني هات لي الطاسه الاكبر من دي شويه عشان النهارده يوم مش هيعدي. يلا بقى خلاص يا ابني ما تجيبش عندي. اه حاضر. اه طيب خلينا نبدا عشان الست عايزه تقلب. كده نعم يا فندم، خدام سعادتك يا باشا اهو. بس تسخن الطاسه يا باشا، وسخنت الطاسه، وفين الملعقه؟ اهو يا سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم، بغطى سطح الطاسه كده اهو. اهي كده، واقلب كده اهو، واروح جايب الطاسه الثانيه
كده اهو، ونزيتها برضو. بيقول لي شغال عطاشجي. شكرا يا باشا. نغير دي عشان ايه شكلها فيها شويه ميه وهتعمل طشطشه. هنجيب حبه زيت تانيين. وتسلم ايدين الاشتراك. اول واحده يا جماعه دايما بتطلع لزقه، اول واحده بتطلع لزقه ليه؟ عشان ممكن واحده زي الانسه الاضواء دي نبرت عليها وتقوم تطلع ايه لزقه. وعجن اومليت وعجن. ماشي، شفت بقى هنا عشان حبه الميه اللي كانوا موجودين في الزيت اللي عملوا العمليه دي. مش مشكله هتطلع، هتطلع ما تلاقيش. بس طيب كده ادي المزاتة بتاعتنا فين عشان نعملها من غير ايه ميه. ادي الطاسه الثانيه اهي. كده نشيل دي كده ونروح ايه جايبين دي كده اهو عشان الميه اللي كانت موجوده. اهي اتفضل يا باشا. لا استنى ما تطلع دي بقى عشان ما نضحكش الناس علينا بقى، يقول لك ده مش عارف يشتغل مش عارف يقلب البتاع. انا كده كده يعني يا عم ان الله عليه مسطر يا اخوانا. في ايه؟ مالكش اخوات طباخين؟ شفت بقى يا سيدي؟ لما حبة المية راحوا من الزيت اروح عامل كده اهو عشان ايه تطلع كده. اخد بقى فاصل كده بجد اهو، اخد فاصل وارجع لحضراتكم تاني ومكملين مع بعض البانكيك. هنشوفه مع بعض. فاصل وارجع لكم تاني ولا نغير المحطة ولا نروح في اي حتة. ورجعنا بعد الفاصل ومكملين مع حضراتكم دلوقتي برضو. ادي بغطي سطح الطاسه كده زي ما حضراتكم دي شايفين اهو. بعملنا بالكميه دي تعمل لي 13 او 14 لقمه، 13 او 14 لقمه. بتلوموني ليه؟ فكرتيني. طيب كده هنا اخر واحده اهي عشان الانسه زعلانه بتقول لي الواحد ونص واحنا ما عملناش اي حاجه، مش عارف تطبخ البطايه انا اجي اساعدك. قلت لها شكرا يا انسه. ادي اخر واحده عشان نخش على البط. يا صلاة النبي يا جميل انت والله. بس اجي نعمل ايه عندك؟ مش عارف، ما انا بقول كده برضو. طيب ذكر البطة يا جماعة على عينك يا تاجر، على عينك يا تاجر اهو. اخر واحدة اهي. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي حضرتك؟ ادي كده اهو.
انا عايز اشتغل براحته، لان انا مش عايز منه اكتر من وقت الرز بس اللي هعمله، بس الف الكانولي الاول ولا احط البط الاول احسن وبعدين الف الكانولي؟ ماشي حاضر، اعمل الرز الاول. طيب هنعمل بقى حلة رز حلوة تحت ذكر البط، بس انا اطلع ذكر البط دلوقتي كده ولمعه وادخله الفرن عشان يعيش حياته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده هنا فين البطاطس؟ ست ام عمرو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام يا شيف، ازاي حضرتك؟ ازيك يا ست ام عمرو؟ الحمد لله، ازيك عامل ايه؟ اموريني يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب. بعودة الايام يا بنتي. وحضرتك طيب يا فندم. اتفضلي. انا بس كنت عايز اسال على طريقه عمل اللبن المحلى المكثف. اللبن المكثف تعمليه في البيت يعني؟ ايوه. لا هكلمك عليه تاني، بس اديني فرصة اعرف طريقته واكلمك عليه. على عيني على عيني على عيني. من المحتمل ارد عليكم النهارده وانا شغال، ما كانش كده ابقى بكره. انت فاجئتيني بالحاجات اللي هي الكونتستريت اللي هي مركزة دي. كده. كوندنت ستريت، ماشي. لا ولا قايل. في كوندنسر بتاع عربية. كده بص يا باشا، حبة ملح وفلفل اهو. وادي اديها كمان شوية زعتر. نركز مع بعض بقى هنا في الطماطمايه دي اهي كده اهو. دي الطماطمايه، ادي الزيت بتاعي، حبة ملح وفلفل وادي الكبة. طبعا بمناسبة العيد كل سنة طيبين، عايز اعيد على زمايلي ولادي وحبايبي انطونيوس وعمي رومون، واقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وما تلغوش في اللحمه جامد عشان ما ايه وجع البطن. ما تلغوش جامد في اللحمه. اهو بص يا باشا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جلاسيه اهو. صلى على حضرة النبي، فوق وتحت شغال. ادي البط على الهوا اهو، ونخش على الرز بتاعه بقى بالصلاة على حضرة النبي. نخش على الرز بتاعه. عندي هنا ادي شوية زيت، ادي الرز، الله 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 الله، ادي شويه سكر، ادي
شويه قرفه، ادي مكعب مرق، اهو نقلب بقى. شوية بابريكا، عايزين نعمل حبة رز بمرض الله. كده بعد كده عندي ادي فصين توم وبصلايه سنة كمون حبة كركم شوية شطة شوية جنزبيل بودر شوية زعتر. حلو الكلام يا باشا. وفصين قرنفل. بعد كده ادي شوية الملح شوية فلفل وادي عودين كرفس. على فكرة مش اي رز، ده اسمه الحاج رز اهو. فلفل حراق كمان. حبة الرز دول لازم اعملهم بدلع ومزاج واخر حرارة. حبيبي يا سيدنا محمد، بص يا باشا اللبن المكثف يا ست الكل اللي طلبتيه على الشاشة قدامك، ده اللبن المكثف اللي هو حضرتك طلبتيه مني يا فندم. عندنا كوباية سكر أبيض، عندنا كوباية لبن بودرة، ثلاث معالق ايه دي يا اختي زبدة؟ ثلاث معالق ايه دي؟ طيب كل الكلام اللي قدام حضرتك على الشاشة ده هنحطه في الخلاط، في الاخر هنحصل على النتيجة اللي انت عايزاها حضرتك، اللبن المكثف اللي هو محلى. كده حضرتكم ادي شوية طماطم اهم، وشوفوا بقى انا عايز اعرف حبة الرز دول معمولين بضمير، وادي حبة سمنة بلدي عشان رضا ما تحبش الدسامه في الاكل يا عم معتز. سي معتز فاروق مين؟ عم فاروق يا عم رؤى. بسم الله الرحمن الرحيم. كده ادي الشوربه اهي، عم فاروق هيكلمها تاني ان شاء الله. كده ادي الرز وادي الشوربه بتاعتي. دي شوربة البط يا جماعة اهو اهو اهو. حبيبي يا سيدنا محمد اذكر الله وصلى على النبي. نشيل بقى كل حاجة من هنا. قوم بقى نرجع بقى ايه ايه الكريب كده، نشيل بقى ده من هنا ونغطي، نطلع بيه كده اهو يشتغل براحته، ونرجع ناخد فاصل ونرجع نعمل بقى مع بعض الكانولي ونعمل البشاميل بتاعته، بس على شرط لا تغير المحطة واضرب واحد. رجعنا بعد الفاصل وكده عندي البايرك او الصينيه اهي. لازم اعمل حضراتكم البشاميل الاول. ليه بقى يا سيدي؟ اللهم صل. حطينا طبعا زبده قد الدقيق ومع مكعب مرق، زبده قد الدقيق ومكعب مرق، وادي كده البشاميل بتاعتي اهي اهو.
كل اللبن كله اهو يلا عشان ما حدش ايه يزعل مني كده. ابدا الف بقى وادور حوالين ايه نفسي. ادي كده البانكيك وادي ده وادي ده، بس لازم يغلي البشاميل عشان اخد حبه في الارضيه. ابص على الدكر بتاعي يا دكر يلا كده. لازم احط الصوص هنا يا جماعه في الارضيه، هي مش لازم تتغرق كلها صوص، اديها علامه كده، ممكن اديها طماطم نابوليتان. احشي بقى بسم الله الرحمن الرحيم كده 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 اهو. ممكن نعملها كذا نوع، كالونوري بالسبانخ، كالونوري كريسبيلا اللي هو بالبسطرمة مع البصل والجبنة، ليه كذا طريقة في الكالونوري. ممكن اعمله بالسيفود، ممكن اعمله بالفراخ، ليه كذا طريقة عندي. يا ست فاطمة صباح الخير. صباح الهنا على عيون حضرتك يا فندم. كل سنة وحضرتك طيب، سنة سعيدة عليك ان شاء الله. يا رب ربنا يسعدك يا بنتي بحق جه النبي يا رب. انا الاول بعتذر، انا يا دوب سامع حضرتك بس انا عندي سؤالين صغيرين. اتفضلي يا فندم. حضرتك لما بدمس الفول في البيت الاضافات اللي هي معلقة رز ومعلقة عدس اسود بضيفها في الاول ولا لما يقرب يستوي؟ لا في النص الطريق، حط حبة عدس اصفر مش بني، عدس اصفر عشان خاطر يديكي لون كهرمان حلو كده ويبقى معاكي طعمه حلو ويربط معاكي، بيربط في نفس الوقت بيديكي طعم جميل. في نص الطريق يعني بعد ما تحطيه بربع ساعه كده او نص ساعه، حطي صبطه رز او صبطه عدس، هتبقى معاكي زي الفل الدنيا. اشكر سعادتك يا بنتي كده اهو. ادي اجيب بقى كبشه كده عشان اشتغل، لان المخرج بيقول لي اشتغل. حاضر اهو كده كفايه قوي، وبعدين انزل بالكريمه اللباني اهو على ملف تكون ربطت معايا اهو. يا حور يا حور. الو. ايوه يا ست حور. الو يا شيف. اهلا بيك يا حور، اتفضلي. عايز طريقة عمل اللي هو المولتن كيك. الايه؟ طريقة عمل مولتن كيك. مش سامع، سمعنا. مولتن. حاضر يا فندم، اشكرك. كده. ادي واحدة كمان اهي. كده اهو اهو كده، وادي الصوص بتاعي والرز على النار كده. فين الكبشه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. كده مش كتير، وادي شويه جبنه موت زاريلا كده اهو. خش الفرن. كده اهو. ايه تاني يا باشا؟ ها؟ يا عم معتز. السلام عليكم، ازيك يا شيف؟ ازيك يا عم معتز؟ انا بحب قوي حضرتك يا شيف ومتابع كل حاجة. ربنا يخليك ليا يا ابني، ربنا يخليك ليا. وش ده شرف ليا قوي اللي انا اتصل بحضرتك. ده شرف ليا انا يا جميل، ربنا يكبر بخاطرك يا ابني، امرني. لا انا عادي، كنت بس عايز اسمع صوت حضرتك عشان والله يعني حضرتك بتعمل كل حاجه حلوه، كل حاجه حضرتك حلوه احنا بنجربها. صباح الفل عليك يا حبيب قلبي، صباح الهنا عليك كده. اخد فاصل وارجع لكم تاني. اقعد غير المحطه ولا تروح في اي حته.
رجعنا بعد الفاصل وهنشوف دلوقتي حضراتكم نعمل حبة سلطة حلوين يا رب تعجب حضراتكم. عندي مقاديرنا هنشوفها على الشاشة. حبيبي يا سيدنا محمد، فاصوليا وذرة عندي، فاصوليا حمراء، ذرة صفراء، فلفل احمر، طماطم، بصل اخضر، عصير ليمون، زيت زيتون، خل، ملح وفلفل اسود. هنعملها ازاي؟ سهله. ادي الفاصوليا، ادي الذره. اللهم صل على حضره النبي. بعد كده نشيل بقى القلب ده. وقول لي امال هتمشي من غير قلب ازاي؟ كفايه قلبك يا باشا يمشيني. ونظرتك ليا وبصيتك ليا بتمشيني. وحاول تلاقيني ولا تغديني. عايز اقول لاخواتي الاقباط، اخواتي المسيحيين، كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه واحنا مع بعض ان شاء الله، ومحدش يفرق بينا بحق جاه النبي، ونتلم ناكل في طبق واحد زي زمان، وان شاء الله ان شاء الله عمر ما في حد هيفرق بينا ان شاء الله باذن الله. واقول لكم كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله، وبعد الايام والسنه الجايه تكون احسن من السنه دي، وملمومين مع بعض وقاعدين على طبليه واحده. بلاش سفره، خلينا بلدي. اصل الرضا بتقول لي لا خليها سفره. ما احنا كفايه قاعدين شغالين في السفره. نعم. بقول لك السنه الجايه نكون كلنا متلمين على طبليه واحده. مش سفره. الثانيه بتقول لي لا خليها سفره، قلت لها ما احنا شغالين في السفره. طبليه طب وليه طبليه؟ حبيبي يا سيدنا محمد. ست مروه. الو. ايوه يا مروه. الو، ازي حضرتك يا شيخ؟ صباح الفل يا قمر. انا بحب حضرتك جدا. صباح الهنا على عيونك يا حبيبه قلبي. انا بتصل عشان اطمن على حضرتك. يا بنتي انا بخير طول ما حضرتك بخير، الله يكبر بخاطرك يا رب. ميرسي. لو سمحت انا عايز اعرف طريقه الكب كيك. على عيني يا روحي، على عيني. منت واقل من منت كمان. يلا يا ست رضا اشتغل يا اختي. يا عم جمال. ايوه حبيبي عم جمال. ايوه صباح الفل يا شيخ. صباح الفل يا عم جمال. الاقصر واهل الاقصر وجمال الاقصر. الله يخليك يا شيخ، كل سنه وحضرتك طيب. بعود الايام يا عمي. امرني يا جيمي. تعيش لكل سنة يا شيف. بس أذنك طريقة تتبيل وعمل الديك الرومي لو سمحت. خدامك خدامك. على انت لو رجعت على الصفحة بتاعتنا الحلقة بتاعت يوم الاربع هتشوف الديك الرومي بتبهدل معانا ازاي. هتشوف ماسكين الديك الرومي اللي هو عملناه ديك، عملنا احنا عليه ديك. طيب برضه هقول لك عملناه ازاي. ومرني ديك الرومي يا جماعة جبناه اول يوم الاربع، عملنا فيه اللي ما يتعملش، عملنا فيه اللي ما يتعملش. قطعت الصدر لوحده والوراك لوحديها، عملت ايه؟ فرانكو قراب. عملت الغربي اللي هو بتاع الجماعه الخواجات اللي بتلموا عليه كده في يوم راس السنه، وعملت اللي احنا بنتلم عليه مصريين على شويه رز الخلطه. فعملته على جزئين. لو انت دخلت على الصفحة بتاعتنا ان شاء الله، لكن هو الاساسي عندي، بتبل الديك الرومي كويس، احشيه من جوه شوية كرفس، شوية جزر، شوية بصل،
شويه بشر طماطم، بشر ليمون، برتقان، عصير برتقان، كرات، كل ده بدعكم مع بعضه في شويه ملح، بدعكم في شويه ملح، وبحشي بيه الديك الرومي، وبعد كده بلمعه بشويه طماطم وحمره في الحله اللي انا هسوي فيها. بعد ما حمرته بنزل عليه بقى بالبوكيه جرنيه، البصل والجزر والكرفس، طماطم، ورق لورو، حبهان، وبعد ربع ساعة ننزل عليه بلتلين مية أو بنغطيه بالمية نصه من المية على ظهره ومش على صدره، على ظهره ومش على صدره. بعد كده بسيبه تلت نص ساعة أو ساعة إلا ربع، هنقلبه على الوش التاني. ممكن أطلعه نص سوا وأحطه في الفرن، وعايز أحطه في الفرن، بس انا كده كده بلمعه وانا كده كده محمره، لكن عايزه تلمعيه بحبه زبده او شويه زيت وطماطمايه وتدخليه الفرن ياخد لون ذهبي زي ما عملت في البطايه كده. دوت وات يو انتي، اعمل اللي انت عايزاه. نعم، انت سامع ده باضت، باضت بطاطس. الله عليك، الله عليك يا مخرج، الله عليك يا مخرج. مش عارف انا من غيرك كنت عملت ايه. وماله يا عم لو كنت شغلت منجد، وده عيب. تعيرني بجهلي عشان ما بعرفش اطبخ. يا صلاة النبي. زي ما انت قلت كده. يا بوسي. ايوه ايوه يا بوسي. ازيك يا شيخ؟ صباح الفل على عينك يا بوسي. ازيك يا شيخ؟ في نعمه يا بنتي، الحمد لله. اموريني يا ست العرايس. كنت عايزه طريقه الحمام بالفريك. على عيني على عيني على عيني. معلقه السكر اللي حطيناها على الرز عامله سكسيه. ايه الجمال ده؟ الله يبارك لك يا رضوى، وانت جاي من هناك من غادي كده. الله يبارك لك يا بنتي. فعلا عايزه تقولي نبدا هيا. مختاري يا اختي. كده. ادي البصل. ندلع البصلتين دول بقى كده الاول، بس نفهم دول الاول. بص هنا بالفرن الاول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طيب كده اهو. ثم بعد كده هنعمل ايه؟ فلاورز. تقول لي انت فايق كمان للورد؟ طبعا فايق، امال ايه؟ كده اغرف بقى، بس احط الدريسنج بتاعي الاول. كده ادي الورد، ادي شويه خل، شويه ليمون، شويه زيت زيتون، وادي بقى شويه الملح.
وادي الفلفل. نعم وانا جاهز بالصلاة على حضرة النبي. يا ست هدى. يا شيخ ازاي حضرتك؟ السلام عليكم يا ست هدى. سلام ورحمة الله. ازاي حضرتك يا شيخ؟ كل سنة وانت طيبة يا فندم بعودة الايام. ربنا يخليك يا شيخ. تأمريني ساعتها. طيب يا شيخ بنحبك قوي يا شيخ. اهلا بيك يا بنتي. اهلا بيك يا حبيبتي. اهلا بيك يا بابا. اتفضلي سؤال حضرتك. ازيك يا شيخ وازاي حضرتك؟ في نعمة يا بنتي والله الحمد لله يا رب. عايز اسأل حضرتك حاجة يا شيخ. خدامك. هي رضوى بنت حضرتك؟ والمصحف بنت اسمها رضوى. بنت اسمها رضوى وحفيدتي اسمها رضوى وبرضه بنتي اللي هنا اسمها رضوى. عندي ثلاثة رضوى في الدماغ. يوجعوا الثلاثة رضوى دول. طيب كده هنا يا صلاة النبي احسن اهو يا باشا. شفت بقى حبة السلطة. شفت الفلاورز ده؟ بقول لا انا عايز لون تاني. لون تاني ايه بس يا عم الحاج؟ ما تبعد عننا بقى خلينا نشتغل كده. اغرب بقى. شفت بقى الرز بتاعي اللي بقوله باظ؟ حبيبي يا سيدنا محمد. بالبلدي اهو. تكتك تكتك براحتك. ده انت واقف لي بالواحده. وقف لي بالواحده يا ابني. حبه رز في قعر الحله برضه عايز تقسم معايا فيهم؟ طب الحمد لله. اطلع بقى هنا اهو. لا يا عم لا يا عم. وتسلم ايدين الاشتراك. الاشتراك ايه؟ فين يا ابني الاسبطول يا ابني؟ اهو. اهم حاجة عندي حبة البطاطس دول. دول اهم حاجة عندي. كانت جزر وكوسة ماشي. اه ما تحبش الكوسة. امال اشتغلت ازاي في التلفزيون؟ كده بضيع وقت عشان الكنور بس اتحرق. قال لي خلاص اطلع روح اتحرق. زمانه اتحرق. عامل الدرج وحش ليه؟ يا حبيبي يا سيدنا محمد. بص بعينك وارحم بقلبك. ونطلع بقى باللي في الفرن. بس بص بقى دي. اهو اهو. اوعه. طب ما سيبني نص ساعة. طيب يا عم انا قدك.
اشكر عمي محمد فهمي، اشكر كل الكاست اللي معايا، وبرضو بهني اخواتي المسيحيين بعيد ميلادهم، عيد ميلاد المجيد وبالاعياد المجيده، وبقول لهم كل سنه وانتم طيبين وقبل كل سنه واحنا مع بعض، واشكر كل زمايلي في الاستوديو بالاخص المصورين عشان بيفضحوني. نشوفكم بكره ان شاء الله على خير. السلام عليكم.